مباشرة من المعرض الدولي للنشر والكتابة الدار البيضاء، مرحبا بكم معنا في الحلقات الخاصة من برنامج كاتب ومكتوب. حلقة اليوم مع الكوتش إيمان حادوش اللي صدرت مؤخرا 11 كتاب متخصص في التنمية الذاتية. غنتعرفوا على الكوتش إيمان أكثر، كيفاش بدأت مع الكتابة وعلى مضمون إصداراتها. اسمي إيمان حادوش، يعني أنا ماشي كاتبة مختصة، أنا كاتبة بالصدفة، كاتبة يمكن بالفطرة، لأن بديت كنشر عمري 13 سنة، كنت كنشر في جريدة العالم في ذاك الوقت اللي كانت يعني ماشي سهل تنشر فيها، وتوقفت واحد الفترة عن الكتابة لأن انشغلت في أمور الحياة والعمل والمجال ديال التكوين والتدريب، حتى جا الوقت اللي حسيت فيه بأن جمعت شوية الخبرة في مجال التدريب والتكوين اللي كان لازم نتقاسمها مع الناس، لأن كتعرف بأن التدريب يعني ميدان كيجيب حلول كيسهل الحياة ديال الناس، ولكن للأسف التدريب في نفس الوقت باقي الكلفة ديالو غالية، ما غاديش نكذبوا على الواقع، الكلفة ديالو باقي غالية، يعني لا سيونس كتكون الثمن ديالها مرتفع ماشي في متناول الجميع. قررنا نديرو سلسلة كاملة 11 كتاب، كل واحد عنده قارئ خاص ديالو، يعني واحد الأم واحد الأب واحد الحياة ديالنا، وما نبقاوش متوترين، يعني كل كتاب عنده قارئ ديالو، وكنا متفاهمين أننا نديروه بالعربية والفرنسية باش كل قارئ يلقى راسو فيه، وحاولنا نديرو أقل تكلفة ممكنة أو أقل ثمن ممكن باش يكون في متناول الجميع. تعقلت لأن جمعت بزاف ديال لي سيونس، منين تنساليو لا سيونس مع الشخص اللي كنرافقوه تنكتبوا واحد التقرير، حاولت نجمع اون بورسونتاج يعني بنسب مئويه للمشاكل الكثيره اللي كاينه، حاولت نجمع الحلول اللي خدمات بنسبه مئويه، يعني درت بحث شحال ديال الوقت باش نعرف هذاك الحل اللي غادي نقول ها شنو كيدار بطريقه عمليه، راه عندي ليه بحث يعني ساينتيفيك الا بغينا نقول. انا كنت قلت لك الكتابات كاملين الخاصيه ديالهم هو انه كاين في نفس الكتاب بالفرنسيه ومن جهه اخرى باللغه العربيه، يعني باش الكاتب، احنا عارفين بان في المغرب كاين عندنا ناس اللي مو فرنسيين تيهضروا بالفرنسيه، وعندنا ناس اللي كيهضروا غير بالعربيه، وحنا حاولنا نوصلوا لكل شيء، حتى في لي تيماتيك اولا في المواضيع حاولنا كل جهه ولا كل جانب من حياه الانسان اللي ديال كل نهار اليوميه نطرقوا لها شويه، يعني مثلا كاين كيف ارافق طفلي، هذا كيهتم بالتربيه ديال الطفل من السنوات الاولى حتى المراهقه، مرورا بمواضيع شائكه ديال مثلا التربيه الجنسيه، كيفاش نهضر مع ولدي في هذا الموضوع ونحميه، لان الخطر ديال انني ما نهضرش في هذا الموضوع مع ولدي ولا مع بنتي انه تيتعرض، يقدر الله يحفظ يتعرض للوحش ادميه، فكيفاش نحميه وفي نفس الوقت بلا ما نقللوا الحياه مع بعضياتنا ونحيدوا الوقار. كاين مثلا الطفل اللي كيكذب كيفاش نتعاملوا معاه، داك الخلاف على واش تربيه تقليديه ولا يعني متحضره شويه متفتحه، هذا في الكتاب ديال كيف ارافق طفلي. كاين كيف اعيش بدون قلق، حنا عارفين الحياه اليوميه ديالنا، وصل الدراري في الطوموبيل دغيا باش تمشي الخدمه دغيا كلاكسونات، بنادم مقلق، كلنا عايشين في توتر وفي قلق، هذا كيعطي حلول لي عمليه، انا ما كتبش كتاب ادبي وتنظر وكندير نظريات ولا كنعطي اون سيونس، لا عندي حلول الف ها شنو كيدار، باء شنو كيدار، يعني بشكل عملي. كيف اطور قدرتي على القياده، كاين كيف اواجه الشخصيات الصعبه، هي في الحقيقه الشخصيات الصعبه يعني عموما، ولكن طرقت انا لي مانيبيولاتور، يعني الاشخاص اللي كيستغلوا الواحد، مناورين اللي كيستغلوا الواحد وعندهم واحد القدره على السيطره على الناس. كاين
شكون كيف احقق اهدافي؟ بطبيعه الحال اي واحد فينا عنده اهداف في الحياه، شي حاجه باغي يوصل لها، نبسطوا الامور. كاين كيف اعيش حياه صحيه ومتوازنه. هذه للاسف لاحظت بان ولينا كنبعدوا على الاشياء اللي هي طبيعيه، ولينا كنشربوا مسائل كل سكريات، وكناكلوا مسائل كلها دهنيات، ما بقاش الطاجين بزيت البلديه وكيطيب على خاطرو، ولا الفاست فود ما عنديش الوقت انا والراجل غادي نمشيو نجيبوه في يدنا ونوكلوا ولادنا هذاك الشيء. هذا الكتاب باش نرجعوا للاصل، ولكن في نفس الوقت نسهلوا على راسنا الماموريه، ماشي داك نجلس ساعتين وانا في الكوزينه يعني نبسطوا الامور. كاين كيف استغل طاقتي؟ احنا الطاقات ديالنا الا ما كانتش الطاقه راه ما غنديروا والو. متفق معايا؟ شنو كيوقع؟ ما كنفطنوش بان كاين شي امور وكاين شي اشخاص اللي كيمتصوا ديك الطاقه اللي فينا، وبحال كاينه شي فيت تقطر هنا شويه هنا شويه ليه، حتى كيلقى الواحد راسه في الاخر ديال النار، ما حقق حتى حاجه، ما دار والو حتى شي دومين، لا الخدمه ولا حياته الخاصه ولا احلامه ولا، ولكن ما عندوش الجهد عيان. دونك هذا على كيفاش داك الطاقات ديالي بدا نمشي داك اللي فيت نسدهم، بحال اللي كنسدو لو غوبيني داغي اللي تكون شي فيت، كيفاش نسد بعدا اللي فيت وكيفاش نغدي راسي بالطاقه. كاين هذا انا الكتاب انا فرحانه به، هي كيف اعيش ابوتي بدون قلق، لان الاب هو المنسي دائما في هذه المعادله ديال الولاده. المراه كتلقى الكتب من حمل الولاده وكيفاش توجد راسها، مع العلم ان المراه بطريقه طبيعيه يعني عندها فترات الحمل شويه بشويه كتاهل راسها. الاب شي حاجه وقع في حياته ما عرفش شنو هي، ما فهمش شنو هي، تربينا تربيه ديال التواكل. الرجال في المغرب الاغلبيه كلشي كيتمكن لهم يدهم، خصو شويه ديال التهيئ، راه ما كرهش يعني الاراده كتكون ولكن ما عارفش.